الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها، ومن يجود على العاصي ويستره، يخفي القبيح ويبدي كل صالحة، ويغمر العبد إحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعبد إذا أناب، وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دفع نائبة يعطيه من فضله عزا وينصره. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. مولاي إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وحلمك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. أتردني وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الامال وتشد الى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. وكيف لا وأنت أعظم مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا. سيدي يا رسول الله ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فما أعظمها من صلاة. نحن هنا في مجلس عزاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل الوفاء الذي التمسه في قلبه لزوجته عليها رحمة الله سببا في دخولهما الجنة معا. رضاء الزوج عن زوجته يا سادة ساعة
سبب في دخول الزوجة للجنة. من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى وكما جمعهما في الدنيا أن يجمعهما في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن هنا في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، له صفات عديدة، والصفات هذه لا تأتي من فراغ. يسمونه بملك الإحساس، الإحساس بالآيات القرآنية. من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ونجاه من سوء الحساب يوم القيامة. ملك المقامات، لأنه ينتقل من مقام إلى مقام في آية واحدة. إنه فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهموا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة ومع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه
حكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أكرم يا رب من يصلي على الحبيب.
عليك كمان وكمان يا دكتور عبد الناصر. خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. انت صوتك اصبر الله سكته ان شاء الله يا دكتور. نعم يا دكتور. ما شاء الله. وبرا بوالدي بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في في الكتاب مريم. شرف مصر يا دكتور الله. لا ما شاء الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صل على رسول الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا إليها روحنا
ربنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت يمسسني بشر ولم أك بغيا. ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. اذكر الله. كان أمرا مقضيا.
خاطر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملت
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها فناداها من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري
انت رضي الله عنا وارضاه صلى الله عليه وسلم. طيب تعليق يا رب من اشرف صدرك يا دكتور عبد الناصر. شرف مصر يا دكتور والله. فكلي واشربي وقري عينا. ساقط عليك رطبا جليا فقلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما. فإما ترين من البشر أحدا للرحمن صوما. فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا
يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه صلوا على الحبيب النبي صلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله اذكر الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا الله
صلوا على سيدنا النبي، سيدنا النبي صلوا عليه. وجعلني مباركا أينما كنت مباركا أينما كنت مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. زيدك علم على علم ونور على نور يا دكتور عبد الناصر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي ذلك عيسى بن مريم. أيها النبي أفضل الصلاة والسلام. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن ذلك عيسى
عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له صراط مستقيم صدق الله العظيم. الله عليك يا دكتور. وهكذا يا اخوتنا اخوه اليمين والاسلام عشنا مع ذي النفحات الطيبه المباركه ومن زوجهم كل النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا فتلكم نخله في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. وكذا يا اخوتنا اخوه اليمين والاسلام قد شرفنا بالتلاوه ذلكم العالم القراني وفخر قراء جمهوريه مصر العربيه امير النغم وملك المقامات فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرق ابن محافظه الغربيه والمقيم بمدينه القاهره. نقله وزيعت على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحلية فتطلب من اولى وكبرى شركات الصوت بمحافظة البقالية ومركز السلم اللوي لصاحبنا المتوكل على الله الحاج حسن العناني واولاده المقيمين بالزريق مركز السلم اللوي مخازن فراش الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة فتطلب من اولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة الدقهلية ومركز المنصورة فراشة سيدنا الحسين لصاحبها المتوكل على الله الباشمهندس ياسر الحلباوي مقيم بتلبانة مركز المنصورة. اخوة اليمين والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفر له باذن الله تعالى المرحوم عم الحاج ابو سيف احمد ابو سيف تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة ابو سيف واقاربهم وانسابين تقدمنا بخالص الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء كما يتقدمنا بخالص الشكر والتقدير الى كل القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية ورجال الازهر والاوقاف واعضاء مجلس النواب الذين حضروا معنا لتقديم واجب العزاء فشكر الله لهم وشكر الله سعيهم.